ترافيسكو مونستيري، هذه أول محطة. الكنيسة المسكينة تاريخها تعيس، أول شيء كانت من خشب واحترقت، بعدين بنوها من صخر وتهدمت في الحرب، بعدين رجعوا بنوها مرة ثانية وحطوا فيها ذهب وتختربت بعد من الحرب. المرة الرابعة ضلت، بس الناس خلاص اللي في البلد حقدوا على الديانات. ليلة الدنيا وإحنا في الجولة، وهذه قلعة براغ. في النهاية قربنا نوصل وندخلها داخل الحين. هذا الشيء اللي ورا كنيسة وليس قلعة، هذه القلعة. يعني إذا شفت صور لا تتلخبطون، هذه القلعة المربعة. الأشياء اللي محطوطة على البوابة تحكي كيف قصة الكنيسة وكيف بدوا يبنونها. تخيلوا الشيء اللي مرة أحسه غريب، إن واحد من القسيسين قطعوا يده علشان يجيبونها الكنيسة عشان تتبارك، لأن إذا ما في شيء مبارك في الكنيسة الناس ما تجي. جدا جميلة والحمد لله خلصوها. يعني في بعض الكاتدرائيات اللي انبنوا بنفس هذا التصميم في أوروبا للحين ما خلصوا. وفي اليوم الثاني اتجهنا إلى كنيسة ثانية. بداية هذه الكنيسة كانت من القرن 12، بس للأسف انها تدمرت، فأعادوا بناءها تقريبا في القرن 16، وبعدين تهدمت مرة ثانية، وبعدين أعادوا تصليحها، وفي النهاية الحين ما تستخدم ككنيسة، بس تستخدم كمكان للحفلات الاجتماعية. وصار وقت الوجبة الخفيفة. How are you feeling about it? I like it. Say in Arabic. حلو، بس لكن لما تشترون هذه من وسط المدينة القديمة طبعا السعر غالي، كان سعر وجبة 120 كرونة مع الأسكريم. أمس أخذتها ب60 من محل شوي بعيد عن وسط المدينة، يعتبر شوي أهون السعر. الجسر حق ملكهم ملك تشارلز، وقصة الجسر شوي تضحك لأن الملك طاح في نفس مكان هذا الجسر، في جسر ثاني لكن طاح زين، فالناس قالوا له بليز ابني لنا جسر ثاني، فقالهم زين هالمرة ببني لكم جسر 100% ما راح يطيح، لأن كان يؤمن بالأشياء الغريبة، فسواه في يوم معين واستخدم مع الاسمنت بيض، وبيض حقيقي يعني اللي لا أخدعكم. هذا كان المطعم النباتي اللي تعشينا فيه، وصراحة كان جدا أنيق ولذيذ وحلو المكان. بس إذا تبغون تجون شوي متأخر يتأكدون أنكم تحجزون، لأن مرة صار زحمة بعد الساعة 6. وبعد العشاء رحنا مغامرة غير متوقعة علشان نشوف براغ من أعلى برج فيها. يا إلهي، مرة المشي ما تسوى، ما أنصح أي حد يجي خاصة في الليل، مرة يخوف. فإذا تبغون تجون تعالوا خلال النهار، يمكن على الأقل تشوفون الحدائق الموجودة، بس في الليل جدا مخيف، كأنكم فيلم رعب يعني، كأن شوي باقي وحوش تقطعكم تاكلكم. بس على الأقل تشوفون تاور وراي البرج، برج خليفة. المهم تعبنا حالنا، وفي النهاية طلع المكان مسكر، وأنا ما أتوقع أن أنا برجع لهذا المشي. هل عجبكم الفيديو واستفدتوا منه؟ ولا تنسون تسوون لايك إذا عجبكم، وسبسكرايب عشان توصلكم آخر الفيديوهات.